قال وزير المواصلات والبنية التحتية في الحكومة التركية أوريل أوغلو قال أن هناك تقدما في المشاورات مع ممثلي منصة إنستغرام لحل المشاكل العالقة بين الطرفين. أضاف الوزير أن المفاوضات وصلت لمراحلها النهائية، مشيرا إلى أن اللقاءات مستمرة بين الجانبين مع استمرار حظر الوصول إلى المنصة بسبب ما تقول إنها ترويج لنشاطات جنسية ودعم لمنظمات إرهابية. ولمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من إسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب. أهلا بك ربيع، إذن هل يمكن أن نعتبر هذه التصريحات الأخيرة أنها ربما بارقة أمل لعودة المنصة إلى تركيا في الساعات القادمة ربما؟ بالفعل أعلنت قبل قليل الحكومة التركية أن المنصة ستعود للعمل في تركيا بعد ساعة من الآن، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت تركيا، بعد أن وافقت شركة ميتا على مطالب تركيا عبر بيان متلفز لوزير المواصلات والبنى التحتية عبد القادر أورالولو. الآن قبل قليل نقلته معظم وكالات الأنباء والتلفزيونات المحلية عبر بيان قال إن الشركة استجابت لمطالب تركيا ولن تقوم بحذف الحسابات في البلاد دون سابق إنذار، ستمنع المنشورات المؤيدة للمنظمات المصنفة في تركيا كجماعات إرهابية مثل جماعة فتح الله جولان وحزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية. أيضا سيكون هناك خط تواصل ما بين الحكومة وممثلي إنستغرام. طبعا يأتي هذه الانفراجة وهذا القرار بفتح أو إعادة فتح منصة إنستغرام في تركيا بعد أيام طويلة من المفاوضات بين الجانبين. كان قد صرح الوزير قبل ساعات اليوم بأن هناك انفراجة قد تكون قريبة بالوصول إلى اتفاق بين الشركة وبين ممثلي الحكومة التركية، لكن سبق هذا تصريحات أيضا اتهمت فيها تركيا الشركة بعدم المرونة وقالت إننا كبلد تركيا نبدي مرونة أكثر من شركة خاصة مثل شركة ميتا، لكن يبدو أن الأمور تماما حلت بين الجانبين. يبقى أن تراقب تركيا تنفيذ مطالبها وفق الوزير الذي صرح قبل قليل عبر شاشات التلفزة المحلية بأن هذه الأزمة تماما انتهت، ولكن لم يتم منع أو لم يتم الوصول إلى إنستغرام الآن فورا ولكن بعد ساعة. نعم، ولكن على ما يبدو أيضا ربيع هناك قطاعات أو أطراف معينة تضررت بشكل كبير من هذا الوقف المؤقت. بالفعل يعني إذا ما تحدثنا عن أرقام غير رسمية وفق ما تداوله وسائل الإعلام المحلية نتحدث عن 57 مليون دولار يوميا هي خسائر للأتراك وللاقتصاد التركي نتيجة عدم العمل في هذه المنصة. نتحدث عن التجارة الإلكترونية، نتحدث عن قطاعات التعليم، السياحة، نتحدث عن أيضا قطاع السينما والتمثيل. وكنت قد أعددت تقريرا في هذا الصدد يرصد الضرار إغلاق هذه المنصة وردود فعل الشارع التركي.